عاجل زلزال كبير بقوة 8 درجات متوقع من 13 مارس إلى 16 مارس. العالم الهولندي يعود بتوقعاته المثيرة للجدل مجددا. إليكم التفاصيل. عاد العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس الذي تنبأ سابقا بحدوث زلزال كبير مثل زلزال تركيا المدمر، ليظهر من جديد عبر حسابه على منصة تويتر بمجموعة من التغريدات التي تتنبأ بحدوث زلزال كبير بقوة 8 درجات على مقياس ريختر. وفي أحدى التغريدات كتب العالم الهولندي: يبدأ غدا تقارب مثير وفريد من نوعه بين اقترانات الكواكب، وأشار إلى أن الاقتران سيحدث بين الشمس والمشتري وأورانوس، وأضاف أن هذا الاقتران يحدث تقريبا كل 14 عاما، وكان آخر مرة في سبتمبر 2010، وأشار أيضا إلى وجود 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت بفضل عطارد والزهرة. وفي تغريدة أخرى نشرتها المعهد التابع له، أوضح العالم الهولندي إن الاقتران الكبير بين الشمس والمشتري وأورانوس سيتزامن في 13 مارس بشكل فريد مع اقترانات إضافية تشمل عطارد والزهرة والقمر، وأشار إلى أن هذا التزامن قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير يصل إلى 8 درجات. إن هذه التوقعات تثير الكثير من الجدل، سنبقى على اطلاع دائم على التطورات والمعلومات الأخرى المتعلقة بهذا الحدث العاجل والهام. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية هذه التوقعات ونهاية هذا الفيديو. لا تنسونا في النهاية بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات ولايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد وهام وعاجل. نتمنى لكم السلامة جميعا، وشكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء.